ثم بعد ذلك ننتقل للحديث الحادي والثلاثين عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يريد حب الله ويريد حب الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا قال الإمام النووي، حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وهذا الحديث له طرق كثيرة، بمجموع هذه الطرق حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا الحديث لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا، المعنى صحيح، ازهد في الدنيا يحبك الله، الله يحب العبد الذي يزهد في الدنيا، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس إذا لم تنافسهم في دنياهم يحبونك، إذا نافستهم في دنياهم كرهوك. فالمعنى صحيح، لكن كونه ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يثبت، والعلم عند الله جل في علاه. راوي الحديث هو سهل بن سعد الساعدي أبو العباس الخزرجي الأنصاري، كان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سهل بن سعد اشتهر بأنه مزواج، يقول تزوج 15 امرأة، ولما حضر وليمة دعي إلى وليمة، فكان لما أراد أن يخرج ولا 9 من مطلقاته ينتظرونه، فكلهن سلمن عليه، قال: كيف حالك يا أبا العباس؟ مو عندنا الحين طلاق محاكم وكذا، طلاق الأمور هادية الحمد لله، كلهن يسلمن عليه، يقول: كيف حالك يا أبا العباس؟ فهو آخر من مات في المدينة من الصحابة رضي الله عنهم، وكان له يعني عمر طويل تجاوز 100. سهل بن سعد تجاوز 100 رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 91 من الهجرة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. طلب شيئين عظيمين، طلب محبة الله وطلب محبة الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا. بس هذا الجواب، ازهد في الدنيا. ثم بين أثر الزهد، ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد، إذن الزهد هو الطريق إلى محبة الله وإلى محبة الناس. وتكلم أهل العلم كثيرا في تعريف الزهد، والذي يعني ترتاح إليه النفس من هذه التعريف ما نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في تعريف الزهد، قال: الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك. تعريف مختصر معتصر واضح، أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، لا تدخل إلى قلبك الدنيا، إن جاءت فهي في اليد، وإن ذهبت فذهبت من اليد. القلب لا يفرح بقدومها ولا يحزن لذهابها، القلب لله سبحانه وتعالى، وإنما هي من اليد إلى اليد، تدخل إلى اليد وتخرج من اليد. القلب لا يتعلق بهذه الدنيا أبدا، القلب يكون لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد لنا قضية، ألا وهي أن بعض الزهاد كانوا أغنياء ميسوري الحال وهم زهاد، منهم سفيان الثوري. سفيان الثوري يقال له إمام الزهاد، وكان غنيا موسرا، حتى قال له بعض تلاميذه: يا أبا عبد الله، أنت يعني في الزهد وعندك هذه الأموال كيف؟ فقال: حتى لا يتمندل بنا الملوك، يعني لا يتخذوننا منديلا لأننا محتاجين لهم، أستغني عنهم لا أحتاج إليهم، أخذ راحتي في الكلام، أتكلم، أنصح، أذكر، أبتعد، ما لي حاجة بهم، حتى لا يتمندل بنا الملوك، لأن الحاجة مصيبة. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما نقل عنه يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. الإنسان يضعف عند حاجته. فالشاهد من هذا أن الزهد هو الإعراض عن شيء واحتقاره،
شيء زهيد يعني شيء إيش حقير، كما قال الله تبارك وتعالى وشروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين، يعني لا قيمة له عندهم. فهذا الزهد، فالزهد في الدنيا أن لا يكون للدنيا قيمة، وهي كذلك عند الله تبارك وتعالى ليس لها قيمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فهي لا تعدل شيء عند الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي للمؤمن أن تكون الدنيا عنده لا تعدل شيئا. ليس الشأن أن تحب، كل واحد يقدر يحب، لكن شأن أن تحب، أن يحبك الناس، هذا هو الشأن. أما أنك تحب هذا بيدك أنت، تحب أو تكره، لكن كون الناس يحبونك هذه يبي لها جهد وتعب وبذل وعطاء وإكرام وجد واجتهاد حتى يحبك الناس. السبيل إلى أن يحبك الله سبحانه وتعالى أداء الحقوق لله، وأداء الحقوق للناس يحبك الله سبحانه وتعالى. إذا أحسنت أحبك الله تبارك وتعالى، وإذا أحبك الله جعل لك القبول في الدنيا في الأرض. قد جاء في الحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء إن الله يحب فلان فأحبه فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. فجميل جدا أن تحب في الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم من يحبون في الله جل وعلا. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول لا يوجد مؤمن على وجه الأرض إلا يحبني، لأن النبي دعا له صلى الله عليه وسلم قال اللهم حببه إلى عبادك زين وحببهم إليه. فما يبقى مؤمن على وجه الأرض إلا ويحب أبا هريرة. وإذا كان يقول من علامة عدم الإيمان عدم حب أبي هريرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. وكان علي رضي الله عنه يقول لا يحبني إلا مؤمن، يقول إنه لعهد النبي يعني إليه أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فجميل جدا أن الإنسان يحب. هنا وصيتان من النبي صلى الله عليه وسلم، الزهد في الدنيا، وهذا مقتضى لمحبة الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، ثم الزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يقول الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الدنيا هذه ليس لها قيمة عند الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في قول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي مشاركة مع غيرهم. فإذا تجد الدنيا للمسلم والكافر، أنت متنعم في الدنيا والكافر متنعم في الدنيا، لا أقصد كل مؤمن ولا أقصد كل كافر، لكن في كفار أغنياء ومرتاحين بل أغنياء العالم إيش كفار اليوم. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، لأنها لا قيمة لها عنده سبحانه وتعالى. ويقول هنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من قل هي للذين آمنوا، أي مشاركة مع غيرهم. ثم قال خالصة يوم القيامة، أي لهم لا يشاركهم فيها غيرهم، خالصة يوم القيامة أي للمؤمنين لا يشاركهم فيها غيرهم. صلى الله جل وعلا جعلنا وإياكم من أهلها، أي من أهل الجنة. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك، جدي تيس، أسك أذون صغار ميت، مر مع الصحابة ولا في بالأرض تيس أذون صغار ميت، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه من يشتريه بدرهم، من يشتري هذا التيس؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا، هذا لو حي ما نشتريه لأن أسك أذون صغار، طيب فكيف هو ميت؟ فشوفوا شلون زاهدين فيه، ما له قيمة، درهم ما حد راضي يشتريه. يقولني أرسل لو كان حيا لكان عيبا، إنه أسك
لما حس النبي صلى الله عليه وسلم مش كثر هم التيس هذا ما له قيمة عندهم، قال للدنيا أهون عند الله من هذا عندكم. شوفوا شو أنتم ما له قيمة عندكم، ترى هكذا الدنيا عند الله ما لها قيمة عند الله تبارك. فإذا عرف العبد أن هذه الدنيا لا قيمة لها عند الله، هل تستاهل واحد يبكي عليها أو يعادي عليها أو يوالي ويحب عليها؟ ما تستاهل، ما تستاهل هذه الدنيا أبدا. فأعطي كل شيء قدره، وهذه قيمة الدنيا عند الله تبارك وتعالى. السبيل إلى محبة الناس، السبيل إلى محبة الناس لا تسأل الناس شيئا، لأنك إذا سألتهم أثقلت عليهم كثر ما تقدر، لا تطلب من الناس شيئا. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. كثر ما تقدر لا تطلب من الناس، يحبونك طالما تطلب منهم وتبي وكذا منهم، يبدون عاد حسب وضعك عندهم. فكلما زهدت فيما أيدي الناس كلما أحبك الناس وأقبلوا إليك، فإن شعروا أنك تريد مصلحة منهم انقبضوا منك. فالسبيل إلى محبة الناس أن لا تسأل الناس شيئا، ولا تنافسهم في دنياهم، فإن نافستهم في دنياهم كرهوك، وهذا واقع، هذا واقع. وأنا أقدم النصيحة الآن في هذا المجال، لا تنافسهم في انتخابات وفي خلها لهم، دع دنياهم لهم، زين؟ أنت ناصح من بعيد فقط، لا تنافسهم في هذه الأشياء. شوف الآن لما دخل المتدينون في منافسة الناس في انتخاباتهم، في الجمعية، في الأندية، في مجلس الأمة، في المجلس البلدي، بل أحيانا في المدارس، في كذا، بدأوا ينقبضون الجامعين، بدأوا ينقبضون منهم، كل هالدين هذا لأجل هذه الدنيا. فابتعد قدر ما تستطيع عن هذه الدنيا ومنافستهم، إلا إذا كنت ترى أن هذا أمرا واجبا وأنه سيحصل فساد، هذا أمر آخر، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن في الأصل إذا كانت منافسة لأجل الدنيا وتمسك ويمسكون وكذا كرهوك. فحاول قدر ما تستطيع أن لا تنافس الناس على دنياهم.